بالنسبة للمقابلة ديالنا مع فريق مدير وجدية، حنا كنستعدو لها في حال جميع المقابلات، وغنمشيو إن شاء الله لمدينة بركان باش نحققو واحد النتيجة إيجابية ونحاولوا نجيبوا النقاط الثلاث إن شاء الله يكون خير. اللاعبين كاملين عازمين باش تكون واحد النتيجة إيجابية، لحقاش كيما شفتوا المقابلة جوج اللي لعبنا قبل كان واحد التعثر، وإن شاء الله حنا كنطمحوا باش نعوضوا هذوك النقاط اللي ضاعوا لنا في هذه المقابلة ديال وجدة. فريق مولودي الوجدية فريق مزيان كيلعب الكرة، وما خوفانيش فريق مولودي الوجدية حقاش هو فريق مزيان كيلعب الكرة، داكشي اللي باغيين ان شاء الله غنمشيو تما باش حتى حنا ندافعوا على الحظوظ ديالنا ان شاء الله نجيبوا النقاط ديالنا. قالنا غنمشيو تما كما قلت لكم غندافعوا على الحظوظ ديالنا نجيبوا، احنا ماشي مقابله مقابله ان شاء الله غنمشيو باش نلعبوا بحال جميع المقابلات باش ناخذوا النقاط ان شاء الله، احنا ماشيين في الطريق الصحيحه وان شاء الله غيكون خير.